مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وحياكم الله وبياكم أينما تكونوا في أرجاء المعمورة، وهذا لقاؤنا يتجدد بكم من خلال برنامجكم الأسبوعي مسكوت عنه، الذي يطل عليكم عبر شاشة كل العراقيين، شاشة قناة سامراء الفضائية. في جعبتنا الكثير من الأسئلة سوف نطرحها على مائدة واحدة مع ضيفي في حلقتي هذا الأسبوع، ولكن بعد هذا التقرير القصير فابقوا معنا. في تكريت، المدينة الضاربة في القدم والمطلة بكل جمالها على ضفاف نهر دجل الخالد، وضمن القطاع الخدمي لبلدية تكريت حي الطين، ما هي أبرز مشكلاته وما الحلول المقترحة لتحسين أوضاعه؟ وهل هنالك مشاريع تنموية مهمة في حي القادسية لتخفيف معاناة سكانه وهم على أبواب شتاء ممطر وشوارع لم تكتمل؟ ومتى سيتم تخصيص الأراضي للموظفين وعوائل الشهداء بعد طول انتظار منهم لنيل أقل حقوقهم؟ وهل ستطلق وجبات جديدة من الأراضي المخصصة لهم لإنصافهم؟ وفي الجانب التربوي، ما هو دور البلدية في دعم المؤسسات التعليمية وكيف سيسهم ذلك في التنمية المجتمعية؟ وهل تم فتح باب التعاون مع هيئة الاستثمار لتطوير قضاء تكريت؟ أما زالت موصدة وغابت مفاتيحها عن عيون المتطلعين لمصلحة المدينة؟ أهلا بكم أحبتي المشاهدين، يسرنا أن يكون ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسكوت عنه المهندس أنس فلاح الفراس، مدير بلدية تكريت. تعالوا معي باسمي وباسمكم لنرحب سوية بضيفي الكريم، وحياكم الله أستاذ أنس. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى، تحية لحضرتك وتحية لكادر فضائية سامراء ومتابعيكم الكرام أينما كانوا. بارك الله بكم أستاذ أنس. بداية أستاذ أنس، كيف تقيم الواقع الخدمي بشكل عام في مدينة تكريت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أكرر شكري وترحابي بكادركم الكريم وبحضرتك أستاذ مصطفى. حياك الله. جوابي على هذا السؤال فيما يخص مدينتي الحبيبة تكريت، تعرضت لسنوات طويلة من الأحداث، من ضمنها أحداث الإرهاب، ومن ضمنها الإهمال، ومن ضمنها قلة التخصيصات وقلة المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع الخدمية. اليوم أشعر بأن مدينة تكريت، أنا مخول الحديث عن تكريت هنا، وبالتالي قد يمتد الحديث ليشمل جميع محافظة صلاح الدين، خصوصا بعد تبني إدارة المحافظة وعلى رأسها السيد محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر محمود الفحل، خطة إعمارية بما هو متيسر من إمكانات وقلة من التخصيصات، تبنت خطة شاملة كبيرة بدأنا نلتمس ثمارها الأولية. أعود بالحديث عن مدينة تكريت وأجابك عن سؤالك. الخدمات في مدينة تكريت، مدينتنا تحتاج إلى كثير من الخدمات وكثير من المشاريع، بالأخص مشاريع البنى التحتية. من الظروف اللي مرت بيها واعتبرها أنا حقيقة من الظروف اللي أثرت علينا كعمل خدمي كبلدية، وأثرت على المواطنين، وأثرت على كل جوانب الحياة في مدينة تكريت، هي استمرار مشروع مجاري تكريت، مجاري القادسية اللي أربك المدينة لسنوات طويلة. حقيقة اتخذت مؤخرا إجراءات كبيرة لإنهاء ملف هذا المشروع وإنهاء ملف المعاناة اللي شهدها المواطن وشهدتها الدوائر الحكومية في تلك المنطقة. أنا أعتبر يعني، حتى أجاوبك بجواب مختصر يعني ندخل بالتفاصيل في أسئلة أخرى، أعتبر أن ملف الخدمات في مدينة تكريت قد انتقل إلى مرحلة جديدة، مرحلة مهمة، مرحلة حاسمة، ونقطة التحول اللي جرت بها هي استمرار أو يعني اقتراب مشروع المجاري، لم يكتمل لحد الآن، ولكن اقتراب مشروع المجاري من الانتهاء. جميل أستاذ أنس.
احنا هذه المواضيع اللي طرقت لها جنابك الكريم راح نفصلها ان شاء الله ضمن دقائق الحلقه، لكن اليوم اريد اتكلم وياك عن موضوع حي الطين والتجاوزات اللي صارت في حي الطين والمشاكل الاخيره اللي صارت والمعارك الشرسه اللي حصلت في حي الطين، ممكن تفصيله عن هذا الموضوع؟ يعني دعني اتحفظ على كلمه المعارك الشرسه لانهم بالاخير مواطنين عراقيين لهم كل الاحترام والتقدير، وهم بالأخير أهلنا، وأي مواطن عراقي إحنا نتعامل معه ك يعني إنسان محترم له من الحقوق عليه من الواجبات، ونتعامل معه بآلية خاصة. موضوع التجاوزات عموما في مدينة تكريت، مدينة تكريت تعتبر المدينة الأقل يعني الأقل احتواء للتجاوزات بشكل عام، يعني أقل مدينة بها تجاوزات هي مدينة تكريت. يعني شهدت المدينة مراحل انتقالية من ضمنها تعرضها لهجمات عصابات داعش الإرهابية، وبالتالي هذا الأمر يعني تعرضت له سائر أو مدن كثيرة من المدن العراقية، شهدت حالات موجات من النزوح والتخبط بين التنقل بين المدن بين هنا وهناك. فيعني كانت هنالك بداية لسكن عشوائي في المنطقة الغربية لمدينة تكريت، وما تسمى حاليا بحي الطين، يعني حي التجاوز حي الطين. يعني لم يجري يعني ظرف البلد والأحداث الأمنية اللي كانت مرات وعمليات تحرير المدينة من عصابات داعش الإرهابية، طبعا كانت الحكومة والقوات الأمنية يعني مركزة على محاور أخرى. في أثناء هذه الفترة بدأت تتراكم هذه التجاوزات وهذه المشيدات غير النظامية بشكل عشوائي على جزء مهم من أجزاء مدينة تكريت، وسوف أذكر لك ما هي الأهمية. الوحدات السكنية هي ليست وحدات سكنية طبعا، هي مشيدات طينية مؤقتة. شيدت بشكل كم عددها أستاذ أنس؟ أعدادها كبيرة، يعني أنا لا أريد أن أحبط المواطن، ولكن حسب الإحصاءات الأخيرة فهي أعدادها ليست قليلة. وبالتالي هذه المشيدات أنشئت على ما يلي، وجزء منها شيد على شوارع حيوية استراتيجية تربط مدينة تكريت بالطرق الخارجية، ومنها محاور نقل للبضائع وحسب التصميم الأساس لمدينة تكريت. يعني عندنا شارع 60 يربط ما بين حي الديوم وشجرة الدر، ما تسمى منطقة شجرة الدر أو منطقة الخط السريع، وهنالك شارع أيضا آخر شارع 60. وهذا شارع حيوي، هذا شارع حيوي. لماذا؟ لكون أنه الجزء الآخر هو منطقة حي صناعي، الحي الصناعي بالتصميم الأساسي لمدينة تكريت. هسه الحي الصناعي الحالي هو يعتبر حي يعني مخالف للتصميم، كان مشيد في فترة قديمة، والآن حسب التصميم الأساس لمدينة تكريت يجب أن ينتقل الحي الصناعي، وباشرة حقيقة هناك أحد المستثمرين بمشاريع الحي الصناعي من وسط المدينة إلى الأطراف، من وسط المدينة إلى أطراف وإلى هذه إلى هذا الجزء المخصص لهذا الغرض. جميل. وقد صممت عدد من الطرق أيضا لإسناد هذه المشاريع التي أنا أعتبرها من أهم المشاريع اللي راح تتنفذ في مدينة تكريت من بعد 2003 وحد هذا اليوم. منطقة الحي الصناعي ومنطقة شغل أيادي عاملة ومنطقة أكيد. شحن البضائع. لا سيما يعني يجري الحديث وتجري الـ 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 يجري العمل على قدم وساق على إنشاء طرق محورية تربط العراق بدول أخرى. فيعني بالتالي هذه المناطق تعتبر مناطق جذب للأعمال التجارية ويعني ما إلى ذلك من أعمال ممكن أن تسهم بتنشيط الحركة التجارية والصناعية في مدينة تكريت. جميل. أصبح لزاما أن نتخذ قرار حاسم وجاد فيما يخص هؤلاء المواطنين اللي قاموا بالتشييد العشوائي لهذه الوحدات السكنية. كان هنالك يعني على يعني قد يكون سؤالك فيما يخص الأحداث اللي أصبحت اللي وصفتها حضرتك بالمعارك الشرسة.
كانت هنالك إبلاغ من قبل المختار في تلك المنطقة على وجود دور عدد 2 دور سكنية شاغرة، وبالتالي يعني قلنا نبدي بالدور الشاغرة أنه نبدي نصفي بها حتى أعطيتوهم إنذار مسبق طبعا. جميل. وهي دور يعني كانت خالية من السكن. طبعا الأمر رجعنا والإعازوة من السيد المحافظ، السيد محافظ صلاح الدين أستاذ بدر محمود الفحل، بإزالة هذه التجاوزات، باتخاذ ما يلزم بإزالة كونه هو يعني محافظ صلاح الدين، وأيضا السيد قائم مقام قضاء تكريت الأستاذ أيمن زهوان اللي هو رئيس لجنة إزالة التجاوزات، وكان حاضر معنا أيضا رئيس هيئة مستشاري المحافظ الدكتور صالح زبار، مع قوة عسكرية كانت بسيطة جدا. توجهنا إلى داخل هذا الحي، ما شاهدنا هو تجمع عدد من الأهالي، كانت عندهم ردات فعل. طبعا الموضوع يعني كان أصبح بمنحة قانوني وإجراءات قانونية، وننتظر حسمها إن شاء الله من قبل قضاءنا العادل. احنا رحنا ننفذ واجب، واثناء يعني صارت ردة فعل من قبل المتجاوزين، ردة فعل بها حصلت يعني اضرار على الاليات وعلى افراد يعني من موظفي البلدية وموظفي قائم مقامية تكريت، والقوات الامنية كانت يعني حقيقة سيطرت على الموقف، وحدث ما حدث لا نريد ان نرجع الى الوراء. ولكن فور انتهاء المشكلة توجهنا إلى مكتب السيد المحافظ، مكتب السيد نائب المحافظ الأستاذ مفيد البلداوي. كانت هنالك تفاهمات، و يعني قرر على أثرها السيد المحافظ منح فرصة ومهلة كانت شهرين، وعدد من الإجراءات اللي تضمن يعني سلاسة التنفيذ، يعني حتى لن يكرر ما حدث. على أساس أكو قطعة راضية تخصص لهم، يعني إحنا حقيقة كبلدية تكريت في هذا الصدد لسنا معنيين بهذا الموضوع. إن كان المستثمر يعني قد تبرع لأحد يعني للمتجاوزين، هذا حقيقة عمل يعني بعيدين كل البعد نحن كبلدية تكريت، ولكن يعني نحن مع تنفيذ هذه المشاريع المهمة ومع فتح رئة جديدة للمدينة. وبمحدثات جديدة مطابقة للمواصفات، مطابقة للحداثة، تتوالم مع التصميم الأساسي لمدينة تكريت. جميل. أستاذ أنس، أنت بالبداية ذكرت أنه هنالك خطة يعني للإعمار في مدينة تكريت وعلى البنى التحتية. أريد أسألك سؤالين، هل أنه تم التعاقد مع شركات لتنفيذ بعض المشاريع الخدمية في مدينة تكريت؟ والموضوع الثاني، في نظرك هل اليوم البنى التحتية متكاملة في مدينة تكريت؟ يعني سؤال مهم جدا. يعني فور استلامي وتكليفي بإدارة بلدية تكريت في الشهر السابع، شهر تموز الماضي، وجهني السيد محافظ صلاح الدين بتوجيهات مهمة وكبيرة تتعلق بالخطة التي سوف نعمل بها فيما يخص مدينة تكريت وفيما يخص عمل بلدية تكريت. الخطة ضمنت قيام محافظ صلاح الدين بإسناد مديرية بلدية تكريت بعدد وحزمة من المشاريع المهمة، وإن صح يعني أن ناسبت الإجابة سؤالك، يعني قد يعني أبعد قليلا عن السؤال. الخطة كانت بأربع محاور اللي عديتها أنا شخصيا وباطلاع وموافقة السيد المحافظ، كانت محور الخدمات، التنظيفات والأنقاض. يعني السيد المحافظ كانت عنده ملاحظات كبيرة على تكدس النفايات وتكدس الأنقاض في أحياء المدينة، وأيضا خطة ومحور آخر تضمن الأعمال الزراعية وتنشيط الأعمال الزراعية وإدامة المتنزهات وتوسعة المسطحات. هذا ضمن عمل يومي أستاذ أنس، ولكن كانت بآلية جديدة. ومحور آخر يتضمن محور تنظيم المدينة وإزالة التجاوزات وصيانة الطرق، ومحور خاص حدد بمنطقة محددة هي حي القادسية، لما تعانيه لما يعانيه هذا الحي من يعني دمار وإهمال مشاريع متوقفة كانت، ونتيجة يعني مثل ما قلت لك أحد هذه الأسباب الرئيسية هي مشروع المجاري.
نعم توجد شركات محلية تعمل حاليا لتنفيذ عدد من المشاريع في بلدية تكريت. يعني نتمنى، لازلنا نتمنى من شركاتنا المحلية احنا دعما لكوادرنا وللأيدي العاملة المحلية ولا حتى مقاولين ان تكون تتطور عندهم أساليب التنفيذ، تتطور يقومون بتحديث الآليات اللي يعملون بها، تطوير تصنيف شركاتهم ما إلى ذلك. ولكن جوابك للسؤال، نعم هنالك شركات محلية تعمل بتنفيذ عدد من المشاريع في المدينة. والبنى التحتية اليوم متكاملة في المدينة؟ يعني ما لم يكتمل، عندنا محي الديوم ما توجد به منظومة مجاري لحد هذه اللحظة. ولم يباشر بأي مشروع مجاري، ننتظر من عديته أكيد خطة لهذا الموضوع. هو مو مسؤوليتنا طبعا، هي مسؤولية مديرية المجاري، ولكن جوابا لسؤالك عندنا مناطق لا زالت غير مخدومة بمنظومة المجاري. طيب أريد أنتقل وياك، ذكرت أستاذ أنس أنه المشاريع اللي موجودة في حي القادسية، قبل فترة أعلنت جنابك على الصفحة الخاصة أنه هنالك 7 مشاريع مهمة سوف تنفذ في حي القادسية في تكريت، حدثني عن هذه المشاريع. يعني يجري تنفيذها وليس سوف تنفذ، سوف تنفذ هي أكثر من 7 طبعا. جرى تنفيذها؟ اللي يجري تنفيذها اليوم كانت هنالك زيارة للسيد نائب محافظ صلاح الدين الأستاذ مفيد البلداوي، طلع من خلالها على عدد من المشاريع. دولة السيد دولة رئيس الوزراء المحترم الأستاذ محمد الشياع السوداني قد تبنى مشروع أطلق عليه فريق الجهد الخدمي والهندسي. هذا الفريق يعمل في كل أرجاء العراق، اختار مدينة تكريت ومنها حي القادسية لتنفيذ عدد من المشاريع المهمة. مشروع المرحلة الأولى تم تنفيذه بنجاح كبير، يجري الآن تنفيذ المرحلة الثانية ووصل إلى مراحل متقدمة، وننتظر المباشرة أيضا أو شمول حي القادسية بمرحلة ثالثة إن شاء الله. إذن مشروع الجهد الخدمي هو المشروع رقم 1. مشروع عندنا هو من مشاريع الأمن الغذائي اللي يجري تنفيذه، مشروع ما تسمى بمنطقة الزونسي. منطقة الزونسي هي منطقة تشكل 20% من ما يقارب 15 إلى 20% من مساحة القادسية. هذا هو تعريف الزونسي. تجري أعمال تبليط والإنارة وتأهيل الأرصفة، وبعد أن اكتملت بها مشروع المجاري. هاي مشروعين. المداخل، مدخل القطعة 500 ومدخل شارع القراج ومدخل شارع أبو عقرب، هاي 3 مشاريع مع الاثنين صارت 5. يضاف لها مشروع تأهيل وتطوير شارع الدفاع المدني وهو من الشوارع، يعني الأولوية والأهمية من ضمن هذه طبعا بدون شك، خصوصا أنه المناطق اللي تحوي عيادات طبية وما إلى ذلك يرتادوها المرضى فأصحاب الاحتياجات الخاصة، فوجب يعني وجوبا طبعا، وأتكلم لك أيضا عن دور السيد المحافظ بهذا الموضوع. وشارع العيادات الطبية أيضا في حي القادسية أصبحت 7 مشاريع. السيد المحافظ زار حي القادسية أكثر من مرة، وكان حريص على الاطلاع على الواقع بشكل كبير وبشكل دقيق. يعني أنا أتذكر كانت في إحدى الزيارات كان مصر على أن يباشر بالعمل بشارع أبو عقرب، لما طلع فات بشارع أبو عقرب قال كاملة بالخدمة، كاملة بالمجاري، قلنا له كاملة بالمجاري، قال باشر تباشرون بالعمل. وكان حريص جدا إلى ثاني يوم وهو متابع بشكل مباشر لأعمال تنفيذ، ووفر لنا كل التخصيصات والأمور اللازمة لتنفيذ هذا المشروع. فبالتالي العمل غير متوقف ولن يتوقف إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إلا بعد اكتمال الاحتياجات. جد الفترة أستاذ أنس يعني تكمل هاي المشاريع، خاصة إحنا مقبلين على فصل الشتاء، يعني دائما إحنا المواطن مستعجل، المواطن طبعا نطيح حق، وإحنا أيضا أنا وأنت أريد إحنا هم نخلص مثل ما يقول، لا إحنا أيضا من ضمن المواطنين، يعاني من دا أتجول ومن دا أروح للقادسية وأزور أقربائي، وأنا ساكن بمنطقة مجاورة لمنطقة حي القادسية، دا نعاني أيضا من هذا الموضوع، يعني هم أهلنا بالتالي، أهلنا أكيد ومدينتنا. أنا يعني حتى لا يكون جوابي، ولكن من باب الاطلاع على مجريات الأمور، أعتقد خلال مدة سنة يعني سوف ينتقل حي القادسية من هذه الصورة إلى صورة أخرى ستكون جميلة إن شاء الله، يكون حي القادسية من أجمل الأحياء على مستوى محافظة صلاح الدين، لا سيما أن تصميم الشوارع في حي القادسية هو
بشكل مصمم تصميم رائع وجميل. نعم. يعني شوارع القادسية شوارع عريضة وبها أريحية بالحركة المرورية وبالمسير. نعم. وانت منتبه على هذه يعني تختلف عن باقي المناطق. نعم. فبالتالي اكتمال الخدمات بها راح يكون يعني بشكل جميل إن شاء الله. طيب أستاذ أنس، أريد أن أنتقل وياك لموضوع مهم يشكو منه عفوا أبناء مدينة تكريت، وهو موضوع الطمر الصحي. نعم. من المتسبب باحتراق هذه النفايات وما الغاية منها، وهل هنالك حلول بنقل الطمر الصحي إلى مكان آخر، أو لربما هنالك حلول مستقبلية؟ نعم، يعني من المواضيع والملفات اللي رافقت أبناء مدينة تكريت لسنوات طويلة موضوع الطمر الصحي. نعم. ويعني ما يترتب على هذا الموقع من أثر بيئي سيء على مدينة تكريت واضح يعني صرحنا كثيرا وأوضحنا كثيرا لمواطنينا الكرام بأن هذا الموقع الموقع الحالي هو موقع غير نظامي. نعم. وموقع تجميع مؤقت لسبب وحيد، أنه لا يوجد لدينا موقع طمر صحي نظامي. نعم. موقع الطمر الصحي نظامي قبل أحداث إرهاب داعش كان هنالك توجه حكومي لإنشاء موقع للطمر الصحي نظامي، وفي منطقة بعيدة خارج المدينة يستعان بمحطات وسطية لتجميع النفايات ومن ثم نقلها إلى هذا الموقع اللي هو خارج حدود المدينة ويعني يطابق لكل المواصفات والمعايير البيئية والمعايير الهندسية. ما حصل كما هو معلوم، مر البلد بظروف صعبة من ضمنها أزمات مالية ويعني أزمة سيطرة عصابات داعش الإرهابية. اليوم هنالك تبني لمشروع لإعادة المشروع. نعم. خصوصا السيد المحافظ قد تبنى هذا الأمر والسيد قام مقام ضمن خطة 24 سنة. نعم. 24 هنالك إجراءات تعمل على لكون أن المبالغ اللي يحتاج هذا المشروع مبالغ كبيرة. فهنالك توجه من قبل حكومة المحافظة وأيضا من قبل السيد قام مقام تكريت وبلدية تكريت لأن نطوي هذه الصفحة. نعم. ونعمل على تهيئة موقع طمر صحي نظام. المعالجة كانت بجزئين، الجزء الرئيسي هو هذا اللي يحل المشكلة تماما. نعم. أما الجزء اللي هو يقدم حلول مؤقتة يعني مع استلامي للمنصب كانت هنالك يعني أعمال حرق متعمد لتراكمات النفايات في هذه المنطقة. قد يكون الموضوع مترابط مع منطقة حي الطين، لا سيما أنه بعد ما دخلنا أنا رأيت بأم عيني أحد الأماكن وكان هو مخزن لتجميع المخلفات المحروقة نتيجة الطمر الصحي. نعم. وبالتالي أصبح لدي تصور كامل بأن بعض المتسببين بحرق هذا الموقع هم بالمنطقة المجاورة اللي هي منطقة. نعم. حي الطين. في سبيل انه شنو يعني؟ في سبيل تجميع المخلفات يعني نتكلم بالعامية، يحرق النفايات استاذ، ياخذ. نعم. المخلفات الحديد وما الى ذلك، يروح يبيعها ويستفاد منها، يروح يبيعها ويستفاد من عنده والمواطن ولا يبالي باي اثر على المواطنين. هنا تولدت لي خطط لمعالجات وقتيه من ضمنها ردم النفايات بشكل يومي. نعم. حتى من نترك نفايات واضحه ومكشوفة لمن يسمون بالنباشة لحرقها. هذه الخطة إلى حد ما كانت خطة ناجحة، حاسبت عدد من المقصرين المسؤولين عن الموقع غير النظامي، وأعتقد حاليا لا يوجد يعني لا توجد أعمال حرق إلا قليلا هنا وهناك، مخلفات بسيطة مرات يجي يلقى كوم هنا وكوم هناك يحرقه ويسوي أثر، ولكن عمل أعمال الحرق اللي هي كانت قبل فترة. نعم. يعني إلى حد كبير انتهت يعني. يعني نأخذ بشرة من كلامك إنه عن قريب. والله هذا الموضوع ما يعني إحنا البشرة هو أن يكتمل موقع الطمر النظامي. النظامي جميل. أستاذ أنس عندنا أسئلة هواية لكن بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. إذن أحبتي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة ثانية وحياكم الله ضيفي الكريم مرة أخرى. أهلا وسهلا أستاذ أنس. أريد نتكلم شوي عن موضوع التعاون وآلية التعاون
بين البلدية وبين هيئة الاستثمار في صلاح الدين. سمعنا أنه الأبواب مغلقة من قبل البلدية بوجه الاستثمار. ممكن توضيح لهذا الموضوع؟ يعني جواباً لسؤالك، وأنا طلعت على تفاصيل هذا السؤال يعني خلف الكواليس، قد تكون بفترة من الفترات كانت هنالك يعني ما أقول الأبواب مغلقة، ولكن كان التواصل ما بين المؤسستين ليس بالشكل المطلوب. حقيقة بعد استلام السيد محافظ صلاح الدين السيد بدر محمود الفحل تبنى لي أمور كثيرة من ضمنها الملف الاستثماري. وهذا الرجل يعني تكلم لك قليلا عن السيد المحافظ، هو رجل قليل الكلام كثير الفعل، متابع ومنتج بشكل كبير ويحسم ملفات كبيرة، ومتابع لصغائر الأمور وكبارها، ومتاح يعني مع جميع الموظفين والمدراء ويقدم لهم تسهيلات. وبالتالي كثير من الأمور تغيرت بفضل هذه السياسة اللي اتخذها من فترة الاستلام. نعم، أنا جميل. أشهد بأن السيد محافظ صلاح الدين الأستاذ بدر الفحل يعني متواصل أحياناً، أنا في أحد الأمور فيما يخص أحد المشاريع في مدينة تكريت تواصل معي من خلال التراسل إلى ساعات الفجر، كان يسألني على هذا المشروع كيف تقومون به، كيف تقدم كذا، كيف قدم لكم تسهيلات، تخصيصات، التصاميم، ما إلى ذلك. فهو مهتم وقريب جداً من المدراء ومن المؤسسات، وهذا حقيقة يعني إنجاز كبير وبصمة تحسب لي السيد المحافظ. لا أقولها تملقاً ولا لأي سبب غير أنه هي الحقيقة اللي ممكن أيضاً من خلال مدراء الدوائر الآخرين أن تستشف هذه الحقيقة. هذه أربط لك إياها وين في موضوع ملف الاستثمار. ملف الاستثمار أشرف عليه السيد المحافظ، وبالتالي في الأيام الأخيرة والأسابيع الأخيرة، وبالإمكان أن تسأل، وأنا كنت أتمنى أن أتواصل مع أخي الكبير دكتور أمين رئيس هيئة استثمار صلاح الدين، انتقل التعاون بين المؤسستين نقلة كبيرة ونقلة مهمة من خلال قيامنا ولأول مرة في محافظة صلاح الدين ولثاني مرة على مستوى العراق بإعداد خارطة استثمارية واضحة بعدد كبير من المشاريع وبشفافية عالية تطرح للتصويت أمام مجلس المحافظة. يوم أمس كنا في جلسة قدمنا أمام مجلس المحافظة السادة أعضاء المجلس سيد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين السادة الأعضاء الخارطة الاستثمارية الأولى لمدينة تكريت. طبعا هذا الموضوع لم يكن من فراغ، ولكن بعد جلسات واجتماعات كثيرة يشرف عليها السيد المحافظ، التعاون اتفقنا أنا والسيد رئيس هيئة الاستثمار دكتور أمين قبل فترة في هذا المكتب، شرفونا بزيارة طبعا بالدوام المسائي، وكانت هنا يعني اجتماع أشبه بأن يكون اجتماع تحضيري غير رسمي، وكان هنالك اجتماع منتج، ويعني وصلنا إلى كثير من التفاهمات. يعني أنا أعتقد بأنه حالة التناغم بين المؤسستين على أعلى مستوياته في هذه الفترة، خصوصا بعد إكمال الخارطة الاستثمارية اللي نتأمل من مجلسنا الموقر مجلس محافظة صلاح الدين المصادقة عليها وإكمالها. شنو هي هذه الخطط اللي راح تكون بينكم وبين الاستثمار؟ الخطط هي المرحلة الأولى للعمل الاستثماري في مدينة تكريت، هو إعداد خارطة استثمارية، أي ما هي المشاريع المتاحة في المدينة، وما هي المساحات، وما هي الاستعمالات. هذه الخارطة حسب القرارات الأخيرة لجنة التنسيق العليا ما بين المحافظات وجهت بأن تشكل لجنة لإعداد الخارطة الاستثمارية يرأسها السيد المحافظ وبعضويته عدد كبير من مدراء الدوائر الخدمية وحتى دائرة مديرية المرور وكافة الدوائر، ويصادق عليها لاحقا من قبل مجلس محافظة صلاح الدين. هذه المرحلة الأولى، ومن ثم تدخل في عدد من الإجراءات تعلن من خلالها هذه الفرص من خلال النافذة الواحدة في هيئة استثمار صلاح الدين أمام المستثمرين لاستقبال أفضل العروض إن صح التعبير. أنا ما أريد أتدخل في عمل هيئة الاستثمار، هذا ممكن أن يجاوبوك، ولكن هي الآلية بهذه الطريقة. اليوم أنجزنا المرحلة الأولى والمرحلة المهمة
هي اعداد هذه الخارطه. والسيد رئيس هيئه الاستثمار صلاح الدين كان وهو ابرز الاعضاء في هذه اللجنه، ومن ثم يعني ارى بانه مستوى التنسيق ومستوى التناغم بينه وبين هيئه الاستثمار في اعلى مستوياته حاليا. طيب هذه المشاريع اللي ذكرتها استاذ انس هي من صندوق الاعمار من قبل الاداره المحليه تمويلها؟ لا استاذ انا اتكلم لك عن الاستثمار. لا لا انا ساحكي لك على موضوع المشاريع اللي ذكرناها قبل الفاصل. نعم. هذه المشاريع كلها من صندوق الاعمار. قبل فتره كان وفد قادم اليكم من قبل صندوق الاعمار اطلع على المشاريع، وكانت هنالك بعض المشاريع المتلكئه. نعم. فاريد اعرف انه هذه الاموال كلها تصرف على المشاريع من قبل صندوق الاعمار، من قبل المحافظه، حدثنا عن جميع هذه المشاريع والتخصيصات تصب في مصب واحد هو مصب تقديم الخدمه للمواطن. المشاريع والتخصيصات نعم مصادر تمويلها متعدده. جهات الإشراف هي تقريبا واحدة، هي مديرية بلدية تكريت وهي الجهة المستفيدة من هذه المشاريع، ولكن ألخص لك إياها. عندنا مشاريع الفريق الجهد الخدمي والهندسي، هذه واحد. مشاريع تنمية الأقاليم، هذه اثنين. مشاريع قانون الأمن الغذائي اللي لا زالت مشاريع، وهنالك أيضا مشاريع بانتظار اكتمال حالتها، ثلاثة. ومشروع صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة، وأنا من هذا المكان وهذا الموقع يعني أوجه تحية لكادر يعني كادر صندوق إعادة الإعمار المناطق المحررة. وقبل أيام مثل ما ذكرت كان هناك زيارة لوفد من الصندوق، وننتظر أيضا الضوء الأخضر لنا بالمباشرة بعدد آخر من المشاريع. نعم. وصلت هسه لصندوق الاعمار، وبعدها ايضا من مصادر التمويل الاخرى هي محافظه صرع، وهي المصدر الرئيسي والداعم. نعم. من خلال خطه دعم الاستقرار في المحافظات. يعني ايضا هنالك عدد من هذه المشاريع ممول من قبل هذه هذه الخطه. والأمن الغذائي، ونصل إلى المصدر الأخير والآخر من التمويل وهو الميزانية التشغيلية لمديرية بلدية تكريت. هذه من مشاريع الصيانة والمشاريع البسيطة. اليوم المساحة المخدومة من قبل بلدية تكريت مساحة واسعة ومساحة كبيرة. اليوم عدد الآليات اللي موجودة في بلدية تكريت تسد الحاجة، الكادر الوظيفي، شعبة الخدمات الزراعية، اليوم كل الكوادر الإدارية اللي موجودة والآليات تسد حاجة بلدية تكريت. صح. أصرح تصريح أنا مسؤول عنه. نعم. وأنا متعايش مع ما سوف أذكر. ما متوفر لدى مديرية بلدية تكريت من أيدي عاملة للخدمات. نعم. والزراعة ومن آليات لا يغطي أكثر من 30% من الاحتياج الفعلي. وبالتالي هنالك قرارات فيما يخص يعني صدرت من مجلس الوزراء المحترم، ومن يعني متعلقة بالموازنة الاتحادية للدولة العراقية، منعت بتشغيل أي عامل أجر يومي في البلدية، وبالتالي أصبح هنالك يعني عمال دي بطلون. هو أصلا العدد عندنا قليل بالقانون، ما مسموح لنا انه نشغل. نعم. عمال اجر يومي، ناس تبطل، ناس تشتغل في اماكن اخرى، ناس. نعم. ناس كذا. فصار عندنا الاحتياج دا يزيد متزامن مع التوسع الكبير لمدينه تكريت والتوسع اليومي لمدينه تكريت. نعم. الاليات لدينا احتياج كبير فيما يخص الاليات. نعم. محافظتنا داعمه، ولكن نحتاج الى دعم اكبر فيما يخص الاليات التخصصيه. نعم. اغلب الآليات الموجودة هي يعني منذ سنوات طويلة، فأتكلم على الخدمات طبعا. نعم. بعد استلامي للمنصب وبفضل الجهود الكبيرة اللي يبذلوها كادر الخدمات وكادر الزراعة في بلدية تكريت، قمنا بإعادة ها طبعا اكو احتياج آخر أيضا هو احتياج الوقود. ما مخصص لمديرية بلدية تكريت الحاجة. لا يسد أكثر من 30%، وأنا مسؤول عن كلامي. 30% حتى الوقود ما هو مخصص، ما نقدر نشتري إلا الحصة اللي هي حاطين إياها. هذه الحصة ما تسدت أكثر من، طالبنا من وزارة النفط ولم نستحصل الموافقة لحد الآن،
نتمنى ويعني وعدونا خير بأنه يأخذون هذا الموضوع بنظر الاعتبار بزيادة حصة الوقود، ولكن ما متوفر لدينا من إمكانات. خطة العمل أصبحنا أمام طريقين، يعني أما أن نستسلم لما هو للاحتياج الكبير أو أعمل بالموجود، ويعني نواجه المواطن بالتبريرات وعندها ما نقدر وما عندنا غاز وما عندنا عمال، أو نعمل على تدوير الممكن واستحصال أفضل ما يمكن استحصاله من هذا المتوفر، خصوصا شحد همم الأبطال أصحاب الأيادي النظيفة هم عمال الخدمات. يعني أحيانا كثيرة هم يكونون أول من يضحي في مجال العمل ويعملون ليلا ونهارا، هذا كل هذا يواجه للأسف حالات من الإهمال من قبل بعض المواطنين والرمي النفايات بشكل عشوائي وعدم ها والله ما يجون البلدية ها هذا كذا وآني أمشي وألقي بالنفايات من السيارة، عدم شعوره بالمسؤولية عند البعض، ولا أتكلم على المواطن على الأغلبية من المواطنين اللي هم يؤازرون ويساندون الكادر الخدمي بشكل كبير. ولكن نعمل بإمكانات متوسطة إن لم تكن ضعيفة، وبالتالي لدينا ناتج يضاهي المدن اللي بيها شركات تنظيف وبيها تخصيصات كبيرة وما إلى ذلك. أنا أعتقد وأرى وأجزم بأن مدينة تكريت هي الآن بحالة جيدة، نتمنى أن تكون نقدر نقول عليها نهضة عمرانية، عمران يعني نهضة فيما يخص أنا أتكلم لك عن التنظيفات. وأرى أيضا أنه هنالك نسبة وعي في ازدياد بالنسبة للمواطنين، هنالك تعاون، لابد أن نكون شركاء أستاذ مصطفى. أكيد لا يمكن في أي دولة من دول العالم أن تتبنى مؤسسة واحدة النهوض بمجتمع كامل وتطوير مجتمع كامل. تطوير المجتمعات هي مسؤولية مشتركة للكل. نعم للبلدية هي أدوار خدمية، ولكن على المواطن أيضا هنالك مسؤولية كبيرة بالمحافظة والاهتمام وعدم الحاق الضرر بما هو موجود لخدمة المواطن نفسه. طيب حصة اليوم منطقة الديوم، منطقة أبو عجيل، من المشاريع الخدمية أعمالنا مستمرة. أنا قبل يومين كنت في مشروع تأهيل شارع أبو عجيل. شارع أبو عجيل تنفذ بمرحلتين ضمن خطة قانون الأمن الغذائي. المرحلة الأولى وصلت بنسبة إنجاز 85%، المرحلة الثانية بنسبة إنجاز 75%، تحول المدخل إلى سايدين مع أعمال إنارة. القسم شرق دجلة اللي هو في منطقة أبو عجيل من الأقسام الناجحة جدا عندي في بلدية تكريت. كادر بطل يعمل ليلا ونهارا، ومن ضمن مسؤولياته الشارع العام الرابط بين فلكة الفرسان وجسر تكريت. فبالتالي هو من الأقسام المهمة بالمديرية. يضاف لها أيضا قسم الديوم، ويوم أمس كانت لدينا هنالك حملة كبرى يعني أتحفظ أيضا على كلمة كبرى، نتمنى أن تكون الكلمة كبرى تكتمل مع اكتمال مدخل الديوم، وهو من المشاريع المتلكئة التي تسعى محافظة صلاح الدين على يعني إجراء حلول يعني تلكؤ هذا المشروع. طيب أستاذ أنس، اليوم مدينة تكريت تفتقر إلى أماكن ترفيهية، اليوم عندنا فقط البلاج، اليوم كما ذكرت أنه العدد السكان في مدينة تكريت في تزايد، هل بالنية أنه إنشاء أماكن ترفيهية أخرى في مدينة تكريت؟ يعني أنت ذكرت البلاج يعتبر أيضا من البصمات الاستثمارية الناجحة في مدينة تكريت. هنالك تخوف عند البعض من مواطني مدينة تكريت من موضوع الاستثمار، والاستثمار يخضع إلى قانون، القانون من ثماره هو مشروع منتجع البلاج الموجود. بلاج عمران السياحي، وهو من المشاريع الاستثمارية اللي أحالتها مديرية بلدية تكريت إلى هيئة الاستثمار لإعلانه كفرصة استثمارية، اليوم يعتبر واجهة جميلة. السيد المحافظ، وأنا ذكرت لك على المشروع اللي تواصل معي بشكل مباشر، هو مشروع الشطية اليوم اللي جاري العمل به، وهو مشروع متنزه مجاني لمواطنين الكرام، مطل على نهر دجلة
بيأمن ويوفر المرافق السياحية المهمة والألعاب. كم تقريبا المساحة الترفيهية؟ مساحته ما يتقارب 4 دونم، لحد الآن نحاول على توسيع هذه المساحة. أيضا عندنا غابة الديوم، اليوم كنت في زيارة لغابة الديوم، بداية هي أسوة بغابة الطريق الحولي لشارع الزهور، كانت قصة نجاح كبيرة لمديرية بلدية تكريت بعد تحويلها من أكبر بؤرة لتجميع الأنقاض والنفايات والمخلفات والتجاوزات إلى منطقة خضراء جميلة. وأيضا لدينا غابة الديوم، وأيضا لدينا مسطح الأنواء في مدخل مدينة تكريت، هو من المسطحات المهمة. عندنا أعمال تطوير لعدد كبير من المتنزهات، من ضمنها متنزه مسطح الباندا والمتنزهات الأخرى. الأنواء الجوية هم يمكن مسطح. الأنواء الجوية أيضا بها متنزه وبها مسطح أخضر اللي هو بالمدخل مال المدينة. أعتقد أن وإن شاء الله فديوم نجري جولة ميدانية أنا وحضرتك أستاذ إن شاء الله. أكو أماكن كانت لي رؤية، يعني أعود يعني ما أريد أتكلم عن نفسي، أتكلم ترجمها على الواقع، لكن لقيت معه الفريق الواحد. يعني كانت المنطقة اللي هي في ساحة الاحتفالات مسطح المروج الخضراء، كانت منطقة مظلمة، منطقة معزولة، بإجراءات بسيطة منحنا أكشاك الأشخاص وكتبناهم تعهدات بالحفاظ على المنطقة والحفاظ على إضافة المنطقة، سوينا ميدان للجري، سوينا مكان، طورنا، عدلنا، أصبح الآن متنفس مهم لعدد كبير من الشباب. واليوم أيضا مسطح الباندا إذا تشوف حضرتك أيضا كان مكان معزول مظلم، اليوم بلدية تكريت كانت لها دور وبصمات كبيرة في إعداد وتطوير هذا المسطح ومنح أيضا فرص لتشغيل الأيدي العاملة وفرص لرفع الواردات اللي خاصة بمديرية بلدية تكريت. منحنا مساحات لغرض إنشاء أكشاك لذوي الدخل المحدود، اللي يعني أن تكون ككافتيريا أو طبعا حسب القانون وإعلانها بالمزايدة العلنية تصير ككافتيريا ومكان لتجمع الشباب ومتابعة المباريات وما إلى ذلك. أيضا تحدثت عن المساحات الترفيهية، متنزه الياسمين، وهذا حدث كبير أنا أستغرب أنه الإعلام لم يسلط عليه كثيرا من التركيز. متنزه الياسمين قبل أيام كانت هنالك مباراة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب الكويت، كان هنالك حضور أكثر من 5000 شاب تجمعوا وتجمهروا في متنزه الياسمين بعد أن أمنت مديرية بلدية تكريت بتوجيه من السيد المحافظ شاشة كبيرة لنقل. كان الشباب يتواصلون معي عبر الهاتف محتارين لأن منظومات البث الأرضي كلها توقفت. سوينا إجراء سريع في نفس اليوم، تواصلنا مع شركة بين سبورت ووكيلها المعتمد في محافظة صلاح الدين، أمن لنا اشتراك خاص بالشاشات العملاقة لأن عندهم اشتراكات خاصة، وكلفنا كادر فني، كادر بطل لتأمين يعني التوافق ما بين الجهاز والشاشة بفترة 3 ساعات، وبالتالي أعلننا هذه الإجراءات. كان ثمار حضور أكثر من 5000 شاب حتى من الأقضية المجاورة، الجوي ناس أنا قابلتهم كانوا جايين من شرقاط، ناس من البيج، ناس من سامرة، كلهم جمعهم حب الوطن وحب الانتماء لهذا الوطن، ويعني تجمهروا مؤازرين لمنتخبهم الوطني. كنا نتمنى منتخبنا أن يفوز، ولكن كانت النتيجة نتيجة تعادل. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق إن شاء الله على المباراة القادمة إن شاء الله. الله. طيب أستاذ أنس، موضوع الآثار، أكو مناطق أثرية موجودة في مدينة تكريت، ما حاولتوا أنه مثلا تتعاونون ويا الاستثمار في سبيل إعادة تأهيلها وجذب سياح إلى المواقع؟ يعني الموضوع المواقع الأثرية خاضعة لمديرية آثار محافظة صلاح الدين، نأمل وأيضا أنا أوجه هنالك تواصل، وأوجه أيضا رسالة من خلال منبركم الكريم إلى هذه المديرية يعني التواصل معنا، وإحنا حاضرين لتقديم أي إسناد ودعم. ولكن مثل ما تعرف المواقع الأثرية لها خصوصية في مدينة تكريت. حملني المواطن سؤال، نعم، لما عرفوا أنه اللقاء سوف يكون مع المهندس أنس، سألوني عن وجبات قطع الأراضي، موظفين، الصحفيين، الشهداء، وخاصة الشهداء، يعني ضحى، يقول لك أنا ضحيت بالغالي والنفيس في سبيل تربة هذا الوطن، وصار لأكثر من 5 سنوات، من 10 سنوات مقدم، ولحد الآن أنا ما استلمت، كذلك الموظف، كذلك الصحفي، حدثني عن هذا الموضوع، شو سبب التأخير؟ يعني مديرية بلدية تكريت لسنوات طويلة لم تتوقف على إصدار الوجبات
الخاصة بالشرائح المشمولة اللي يعني فيما يخص قطع الأراضي. الأعداد كبيرة ما متوفر لدينا من مواطنين مقدمين معاملات لاستحصال قطع الأراضي، أعدادهم كبيرة، بالتالي لا يمكن احتواء الجميع بوجبة واحدة، هناك ضوابط نعمل عليها بشكل دقيق، وهناك خطة أيضا في بلدية تكريت الإعداد إن شاء الله وجبات أخرى لا يتسنى لي الإعلان عنها حتى أكون دقيق بما أصرح، ولكن أطمئن المواطن الكريم بأنه إجراءاتنا مستمرة بهذا الصدد، ولدينا يعني إن شاء الله أمور سوف نعلن عنها قريبا. طيب اليوم إحنا مقبلين على بدء عام دراسي جديد، آلية التعاون بين بلدية تكريت وبين المؤسسات التعليمية جامعة تكريت التربية، صار تعاون بيناتكم؟ التعاون، وأيضا أشيد بطرحك للأسئلة أستاذ مصطفى، وأنت دقيق وملم وكأنك تقرأ ما في خاطري. المؤسستين دائما تسألني وأقول لك يوم أمس، يوم أمس كان يوم حافل، كنت أتنقل ما بين الأماكن بشكل سريع لتلبية الاحتياجات، ومن ضمنها زرت أحدى المدارس، مدرسة النظامية اللي هي على حول الزهور، التقيت بالأستاذ محمد مجيد مدير المدرسة واستقبلني، قال عندنا الحدائق وعندنا موسم دراسي راح يبدأ. طبعا أنا هذا الإعازة أوعزت إلى لكافة الأقسام الخدمات والزراعة بتقديم كل التسهيلات لمدارسنا تهيئة لاستقبال العام الدراسي الجديد، ولكن أنا كنت مشرف لعملية، قلت لهم خبرت على كادر زراعة جو يرتبوا الحدائق وما إلى ذلك والخدمات، فكان هناك تعاون أيضا. أنا يعني قبل أيام أيضا تعاونت مع مديرية الأقسام الداخلية في جامعة تكريت مع الأخ الدكتور عمر، وهو رجل متابع و يعني بارع في عمله، أرسلنا ما يمكن إرساله من جهد مساند لعمل إدارة الأقسام الداخلية. أستاذ أنس، أنا طبعا في جعبتي الكثير من الأسئلة الخدمية، بشكل مختصر حتى أنتقل إلى موضوع آخر أريد شوية أحتك أكثر ويا أستاذ أنس. قبل لا أحتك ويا جنابك الكريم، اليوم شو أنت تتعاملون ويا الأشخاص اللي ما عندهم إجازة بناء؟ ملف أيضا مهم طرحته حضرتك. نتعامل مع هذا الملف بكل قوة وبكل صرامة، لابد أن ننتقل إلى صفحة مهمة وصفحة من التنظيم وترتيب المدينة، بحيث لا يمكن، وهذه دعوة لكل المواطنين، لن يسمح، طبعا منذ فترة كان هنالك تجديد بهذا الموضوع، لن يسمح لأي مواطن بالقيام وأي عمل يقوم به، حتى المحدثات اللي بداخل الوحدة السكنية تعتبر مخالفة للقانون ما لم يستحصل بها إجازة بناء أو تعديل في إجازة البناء الخاصة به. طيب. حاسبت عدد من أصحاب قبل أيام التقيت، جيت شخص بمحلات يعني باني جدران ودق قالب ما سقف، وين إجازة البناء؟ أقول معها شو يعني، مستغرب أنا دا طالبة بإجازة بناء، وبالتالي كانت إجراءاتنا رادعة بمثل هكذا حالة، وطالبنا بمراجعة البلدية ودفع الغرامة وإكمال إجازة البناء وتوقيف العمل لحين أن تكمل هذه الإجراءات. اليوم أريد في هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج أريد أتجرد من الصفة الإعلامية، وأريدك تتجرد أيضا من صفة مدير بلدية. تكريت تحبك، والفترة اللي رشحت فيها للانتخابات وقفوا وياك مدينة تكريت، مدينة تكريت تحتاجك. اليوم أستاذ أنس حسب علمي أنه شبه بعد نفسه عن السياسة، حتى أهلك ما يشوفوك، والمدينة 24 ساعة متواجد بها أستاذ أنس في موقع الخدمة. باعتقادك اليوم وفيت من هذا الدين لأبناء المدينة ولأهلك؟ يعني سؤالك قلب في داخلي كثير من المشاعر، وكان بي أكثر من جانب، بدأتها بعبارة هزت وجداني أنه تكريت تحبك، وأنا أرد لك بأنه أني أحب تكريت، وأشعر بحالة من الروحانية بيني وبين هذه المدينة وبين أهل المدينة. أنا أحيانا كثيرة أتواصل وأكون في مناطق أشعر بأن هنالك حالة من
الروحانية الكبيرة في هذه المدينة، وهنالك حتى يعني لا أريد أن أتكلم بفلسفة، ولكن أنا أتحدث بما أشعر. يعني أشعر أحيانا بأن أرواح أجدادنا في مدينة تكريت تحييك، تحييني وتتواصل معي وتكون ملهمة وداعمة إلي بأن أقدم. طبعا أنا لا أتكلم بأني البطل الكبير الوحيد في هذه المدينة، أنا شخص مواطن بسيط محب لهذه المدينة، وأبقى مقصر تجاه أهلي وتجاه مدينتي. دخلت وأنا يعني ملتزم، لطالما أنا كنت تحت سقف مديرية بلدية تكريت، فأنا أبتعد نهائيا على موضوع حتى التصريح على موضوع السياسة، ولكن هو مرتبط أيضا بعمل الخدمي، فدخولي كان في الجانب السياسي وكان مرتبط بنيتي بتقديم الخدمات وتقديم ما يمكن تقديمه، ولكن شاء الله ما قدر، قدر الله ما شاء فعل، أو شاء الله ما قدر فعل. فبالتالي أنا وصلت إلى، انتقلت إلى مرحلة أخرى، مرحلة تفرغي لتقديم الخدمات فقط. وذكرت حضرتك أنه يعني حتى أهلك، من فعلا أنا يعني يومي يبدأ من السادسة صباحا ينتهي أحيانا، وبالقرب مني بعض الشباب المساندين إلي، ينتهي أحيانا الواحدة أو الثانية صباحا، أصل للمنزل يعني لغرض الغداء والصلاة لمدة ساعة أو ما إلى ذلك. أغلب وقتي هو للعمل، حتى أهلي تواصلي معهم هو قليل. يعني أنا من هذا المنبر أتوجه بالتحية الكبرى وتحية الإجلال لوالدي الحاج فلاح عايد الفراس، اللي عايش آني بخيره وببركته وبركة دعاء وتوجيهاته، والدتي الكريمة، وأيضا دعم زوجتي أم معتز المساندة إلي والداعمة لي أحيانا كثيرا، وهذا لأول مرة أصرح بيها، أطلع بسيارتي بوقت متأخر تكون برفقتي زوجتي أم معتز، أسمع من عندها أقول تنطيني ملاحظات، هذا هيجي أقترح، هيجي هاي الإنارة، هيجي هذا الشارع لو تسوي له كذا. مستمع من أهلي دائما، هم الداعمين الأساسيين لي، ولولاهم ما كان أنس، وإسنادهم ويعني مسامحتي للتقصير اللي دا أقدمه، يعني التقصير اللي دا يبدر مني تجاه المنزل أو البيت. أنا أحيانا العمل أخذني كثيرا، حتى ابتعدت عن أولادي بناتي، ابني الكبير معتز وشمس وتالية ومسرة، وهاي أسماءهم قد تعلن لأول مرة. الله يحفظهم. أشعر بالفخر بانتمائي لهذه العائلة الكبيرة اللي هي ساندة وداعمة لي، ويعني خليتني رغم تقصيري اللي يبدر تجاه أهلي وأولادي، ولكن هنالك دعم كبير وحب كبير أتلقاه من هذه العائلة لعملي. أما مدينتي فهي الحب الأكبر والانتماء الأكبر. أنا أفتخر بانتمائي لهذا الوطن، وأفتخر بانتمائي لكل أبناء وبأخوتي لكل أبناء العراق الحبيب. وهنالك أما تكريت فلها، فهي الهوى والهوية. أنا دائما عندما أسأل عن تكريت فأقول هي الهوى والهوية، هي هوية الانتماء وهوى القلب. ونسأل الله سبحانه وتعالى، وأيضا من خلال هذا المنبر الكريم، يعني أعلم ومتيقن بأنه هذه المدينة هي مدينة خير ومدينة مباركة أسوة بباقي مدن العراق، ولكن هنالك كم كبير من الروحانية والمحبة وحب الآخرين وحب الوطن في هذه المدينة. هذا الشيء يعني دفعنا أن نفتخر ونتغنى بحب مدينتنا الحبيبة. ربي يحفظكم إن شاء الله أستاذ أنس. إذن بهذه الكلمات الأخيرة أحبتي المشاهدين، نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج مسكوت عنه. لا يسعني في الختام إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المهندس أنس فلاح الفراس مدير بلدية تكريت. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. بارك الله بكم. شكرا أستاذ. ختاما تقبل تحياتي في الإعداد والتقديم مصطفى القزاز، وتحيات فريق العمل. نلتقيكم في حلقات أخرى إذا في العمر بقية. إلى العراق تحياتي.